بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، حصة اليوم تتعلق بمكون الجغرافيا، الدرس التاسع، أنشطة السكان، الفلاحة. وعندما نتحدث عن أنشطة السكان فنعني بها الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها الإنسان، سواء في القطاع الأول كالفلاحة والصيد البحري، أو القطاع الثاني كالصناعة، أو القطاع الثالث كالتجارة والخدمات. في هذه الحصة سنحاول أن نحدد مفهوم الفلاحة بوصفها نشاطا اقتصاديا، وسنكتشف أهميتها في حياة الإنسان. ثم سنميز بين المقومات الأساسية التي ترتكز عليها الفلاحة، وسنحاول أن نميز بين أنواع الأنشطة الفلاحية الكبرى في العالم. وأخيرا سنحاول أن نتعرف على بعض المنتوجات الفلاحية وتوزيعها عبر الدول في العالم. قبل الشروع في شرح مضامين هذا الدرس، لا بد لنا من تحديد تمهيد إشكالي له على الشكل التالي: فالفلاحة تندرج ضمن القطاع الاقتصادي الأول إلى جانب الصيد البحري، وهي تشكل أهم القطاعات الضرورية لحياة الإنسان. فما المقصود بالفلاحة؟ وما هي أهميتها في حياة الإنسان؟ وما المقومات التي ترتكز عليها؟ وكيف تتوزع أهم المنتجات الفلاحية في العالم؟ سنحاول الآن الإجابة على الإشكالية الأولى التي تتعلق بتحديد مفهوم الفلاحة وأهميتها في حياة الإنسان. فالفلاحة نشاط اقتصادي يقوم على أساس الزراعة وتربية المواشي وتربية الدواجن. تلعب الفلاحة دورا مهما في حياة الإنسان، إذ تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للسكان بتوفير المواد النباتية والحيوانية التي يقتاتون عليها كالخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء، كما أنها تخلق مناصب الشغل في البوادي، في عمليات الحرث والزراعة، أو في المدن من خلال بيع الخضر أو الفواكه أو اللحوم أو الألبان. ترتبط الفلاحة كذلك بتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى، ففي المجال الصناعي فإنها تحتاج إلى الآلات الفلاحية وأدوات السقي والأسمدة الكيماوية. أما في مجال التجارة والخدمات فإن المنتجات الفلاحية تدخل ضمن حركة المبادلات التجارية. نصل الآن إلى المحور الثاني من الدرس، ويتعلق بمقومات الفلاحة، والتي يمكن تقسيمها إلى نوعين: المقومات الطبيعية، وتتجلى أساساً في التضاريس والتربة والمناخ، حيث تزداد أهمية النشاط الفلاحي في المناطق السهلية والمنبسطة ذات التربة الغنية والمناخ الرطب، في حين تكون ممارستها صعبة في المناطق الجبلية والمناطق الصحراوية الجافة. أما بالنسبة للنوع الثاني من مقومات الفلاحة فيرتبط بالمقومات البشرية كالتقنيات والأساليب المستخدمة في القطاع الفلاحي، سواء كانت عصرية أو تقليدية، إلى جانب رؤوس الأموال التي تطور هذا القطاع، وكذلك وسائل المواصلات
التي تربط بين مناطق الإنتاج والأسواق، سواء الأسواق الداخلية أو الخارجية، كما أن الدولة تتدخل بدورها في تكوين الفلاحين وتقديم الدعم التقني والمادي لهم وفي عمليات استصلاح الأراضي. الآن وصلنا إلى آخر محور في هذا الدرس، ويتعلق بأنواع الأنشطة الفلاحية والمنتجات الفلاحية في العالم. بالنسبة لأنواع الأنشطة الفلاحية في العالم، يمكن تقسيمها إلى فلاحة تقليدية تستخدم فيها تقنيات بسيطة وبدائية، وهي موجهة بدرجة كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي سواء في الزراعة أو تربية المواشي، لذلك تكون مردودية الإنتاج فيها ضعيفة. وفلاحة عصرية تستخدم فيها أساليب وتقنيات جد متطورة، كالبيوت المغطاة والسقي بالأذرع المحورية والري بالتنقيط وتربية الماشية داخل الحدائق، لذلك تكون مردودية الإنتاج فيها مرتفعة. يختلف توزيع المنتجات الفلاحية في العالم حسب الظروف الطبيعية والقوة الاقتصادية للدول، حيث يتراجع الإنتاج الفلاحي في بعض الدول الإفريقية الممتدة على الصحراء الكبرى، وكذلك بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط الممتدة على الصحراء، وكذلك بالنسبة للدول الآسيوية والأوروبية الواقعة في المنطقة المتجمدة الشمالية، وكذلك بالنسبة لأمريكا الشمالية وخاصة كندا، في حين نجد بعض الدول يتزداد فيها أهمية الإنتاج الفلاحي كأوروبا والصين والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، وذلك نظرا لظروفها الطبيعية الملائمة أو بسبب تفوقها الاقتصادي واستخدامها لأساليب وتقنيات جد متطورة، وهو ما يجعل بعض البلدان تشهد ارتفاعا في الإنتاج سواء على مستوى القمح مثل الصيني والهندي والولايات المتحدة الأمريكية، أو في إنتاج الأرز كالصين والهند وإندونيسيا، أو على مستوى إنتاج لحوم الأبقار كالبرازيل والهند والصين. ختاما، تلعب الفلاحة دورا مهما في حياة الإنسان، فهي تحقق الأمن الغذائي للدول المتقدمة وتوفر لها فائدا في الإنتاج تستغله في مبادلاتها التجارية، على عكس الدول النامية التي تنتظر المساعدات الغذائية من المنظمات الدولية وخاصة الفاو من أجل محاربة المجاعة.